الأمم المتحدة الآن وبعد تراكم كل هذه التقارير الدولية وتراكم الرأي القرارات والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية وكذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مثل Human Rights Watch وأمنستي إنترناشونال التي تقول أن إسرائيل تقيم نظام من الفصل العنصري والأبرتايد ضد الشعب الفلسطيني وكذلك الأمين العام وخطواته الجريئة عندما فعل المادة 99 أصبح هناك جرأة أكثر للأمم المتحدة بأن لا تقبل الابتزاز الذي كانت تضعه إسرائيل عليهم أو أي إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة من أجل منع الأمين العام من أن يضع إسرائيل على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. الآن الأمم المتحدة أكثر جرأة وأكثر شجاعة ونحن طبعا نرحب بهذا الإدراج وكذلك نشيد بمواقف المدير العام والإدارة العامة للأمم المتحدة باعتباره أنه ذهب واصطفى نحو القانون الدولي ونحو حقوق الإنسان ونحو القضايا الرئيسية لحقوق الشعب الفلسطيني.